سي عبد الحق العزيري تيتهموك الناس يقولك بان قسمتي على القران الكريم بانك تايد سي شيكر في رئاسه المقاطعه، ولكن في الاخر قلبتي الفيسه، شنو الراي؟ بالنسبه لهذاك القسم اللي كيدعوا بانني قسمت، بالنسبه للقسم اللي كيدعوا بانني قسمت، هذاك السيد عبد الله الشيكر، وبالنسبه للسيد عبد الله الشيكر كان اتفاق ما بينه وبين الكاتب الاقليمي ديال حزب التشعلال اللي هو الدكتور المهدي. كان عندنا اتفاق اننا حنا غنصوتوا في الناس ديالو غيصوتوا معنا سيدي عثمان على السيد محمد حمام المرشح في اسم الاثار والمعاصره، وانا غنصوت معاه في مولاي رشيد. كنت تفاجئ بان نهار الثلاث خالف العهد ديالو تما. كنعاود ناكد مع الكاتب الاقليمي كنقول لي اش هذا الشيء، كيقول لي ذاك السيد راه ما يمكنش لي انني نمشي معاه في مولاي رشيد، يعني ما التزمش معنا بالعهد اللي اتفقنا عليه. هذا هو اللي خلاني انني ما نبقاش نمشي معاه وما نكملش معاه. يعني القديم ما فيها فلوس لا والو، كما تيروش ما كاينش بتاتا شي حاجه سميتها الفلوس، واصلا مبادئنا ماشي ديال الفلوس. وانا كنحترم الحزب ديالي وكنحترم الكاتب الاقليمي اللي هو الدكتور المهدي، اي توجه قال لي سير فيه غنمشي فيه. مشيت للتوجه الاول على اساس ان اتفاق بيناتنا خان اتفاق ديال سيدي عثمان، قال لي ما يمكنش لي انني غنمشي معاه في مولاي رشيد.